السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام اهلا بيكم. النهاردة برضو فيديو اعادة تدوير. ده كان جسم يعني الجزء الاسفل من فستان بس معمول بهيئة جيبا شورت. تمام، خلصنا الجزء ده كده اهو. لو فتحنا هنلاقي ان ده كان جزء مليان كشكشة في فستان من الاسفل. تمام، النهاردة هنستغله ان شاء الله استغلال يكون قوي بإذن الله اهو. باخد الجزء ده طبقه على اربعة بالشكل ده، بعمل خط اساوي بيه القماش زي ما بعمل في كل فيديوهاتنا. انا بحب فيديوهات اعادة التدوير جدا جدا، لان فعلا بحب الحاجة لما نستغلها صح اهو بالشكل ده. تمام، وباخد حوالي 12 سنتي او 15 سنتي اهو. تمام، وبنزل على هذا الامتداد. عايزه اقول لكم ان الامتداد ده 15 سنتي مناسب لاعمار كتير جدا، يعني من سن 6 سنين لغايه 11 سنه مثلا مناسب للكلام ده. تمام، هنا هاخد صباعين اهو بالشكل ده، شايفين عملت ايه؟ اخدت بس الدوران بتاع السبعين دول. تمام، طيب هقص وهوضح لكم بقيه الخطوات، بس قبل ما اقص برضو احدد لكم دوران الرقبه عشان في ناس كتير بتتلخبط فيه. طيب دوران الرقبه اهو هاخده 6 سنتي علشان موديل صيفي، وانزل بدوران حلو كده واسع عشان مش عايزه اعمل سوست ومش عايزه اصعبها على المبتدئات. وبنزل هنا 1.5 سنتي. تمام، اهو دوران حلو كده، وبنزل 1.5 سنتي اهو بالشكل ده. تمام، بفرد بقى كده الموديل بتاعي اهو كده، ممتاز جدا جدا. تمام، طيب هنا بقيت القماش عندي مناسب ان انا ازود الطول بكورنيش او ان انت تعملي نص كم زي ما انت عايزه. فانا هزود الطول هنا بكورنيش حلو، وبكده يبقى انا ايه استغليت الموضوع، واللون البينك الجميل ده بالنقط بتاعته الجميله اهو. اول خطوه في الخياطه بخيط الكتفين مع بعض اهو، وش القماش على وش القماش، وبخيط الكتفين بالشكل ده. تمام، طيب هنا بوصل الشريط بتاعي، يعني ايه اوصله؟ يعني اخيطه في بعض عشان يديني الشريط طويل. تعالوا نشوف على المكنه. وصلت الشريط دلوقتي، بدي كده تانيتين. ده اسمه توضيب. يعني ايه توضيب؟ يعني بجهز حتى الشغل بتاعي. لازم اجهز اي حاجه عايزه تتعمل كشكشه، عايزه تتيني، لازم اجهزها الاول، بتوفر عليا مجهود الشغل اهو. البوس اهي اتعلمناها اكتر من مره واكتر من فيديو زي ما حضراتكم شايفين. كل ما تحتاجي كشكشه ضيقه ضيقي العيار بتاع الغرز اهو، اهو قدامكم اهو يا جماعه اهو، شايفين الكشكشه تديكي نتيجه رائعه احسن من الجاهز. وما تقلقيش من الوصله، مش هتظهر ابدا، الكشكشه هتغطيها. تمام، لقيتيها فكت شويه، ارجعي تاني وظبطي الدبوس اهي، وضيقي الغرزه اهو. جهزت الشغل بتاعي، كرانيش جهزتها، يبقى كده خلاص هركب على طول، والتركيب مش هياخد مني نفس الوقت اللي انا كنت هاخده لاني جهزت خلاص. كده خلاص خيطت كده الجناب، وكمان الاكتاف، تركيب الكورنيش من اسهل ما يكون اهو، طالما جهزتي كل حاجه سهله. تمام، تعالي خدي الطرف وابدأي من الجنب، ابدأي من الجنب اللي هو ايه، اللي هو خيط الجنب دي اهي، بنبدأ منها.
تساوي الشغل، المكنة مش هتشتغل لوحدها، لازم تساوي الشغل بتاعك. ما تقلقيش من التوصيلة، مش هتظهر. لو لقيتي مكان ناقص كشكشة هنا كشكشيه بإيدك. شيكه. طيب اخر خطوة بقى، هنلف الرقبة ونلف الكتاف عشان خاطر تبقى خلصت. قطعتين انا حابة ان انا استغلهم يبقوا حلية كده على الاكمام، ما تبقاش يعني قط. لو عايزاها قط هي كده خلاص، مش محتاجة حاجة. هسويهم برضو. اول حاجة واهم حاجة ان انا اتني عشان اوفر وقت، لان انا لو كشكشت القطعة دي وجيت اتنيها مش هتديني شكل مظبوط ابدا، مش هتديني شكل مستقيم، فلازم اعمل الخطوة دي الاول. التركيب باخد من تحت الابط، من خط اللي انا خيطته للابط اهو الشكل ده، وعلامة المنتصف اللي انا قلتلكوا عليها، وبكشكش كده كشكشة بسيطة عشان تدي شكل حلو، مش كتير بس ايه، كشكشة كده بسيطة، وبكمل بقية الشريط بتاعي اهو. وهو مش ضرورة يعني، تمام، ممكن تعمليها قط وخلاص وهتديكي شكل حلو جدا. شايفين كده شكلها حلو جدا، وادت شكل كمان، غيرت من المنظر بتاع البلوزة. هعمل الناحية التانية، واعملوا لايك، ما تروحوش في اي حتة علشان نشوف ازاي هنعمل فينش لدوران الرقبة. كده خلاص مش فاضل غير الشكل الاخير، شريط كده بعرض 2 سنتي، وببتدي من خط الكتف من فوق والفه على دوران الرقبة بالكامل. اهم حاجة وإقامة الصلاة، خطوة ان انا افتح الخياطة دي اهم خطوة. اهو اهو بلف الشريط بالشكل ده واخيط مع الالتزام بلون الخيط. زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفين يا جماعة جمالها وبساطتها، وقد ايه ان انتي ما اشتريتيش حاجة، ما اشتريتيش قماش، ما كلفتيش نفسك، وعملتيها بالامكانيات المتاحة. شايفين جمالها وبساطتها قد ايه شيك وقد ايه بسيطة، ايه جميلة فعلا. واهم حاجة عجبتك يا فريدة؟ البلوزة حلوة؟ اه. ايه اه دي؟ طب عايزة ايه دلوقتي؟ عايزة لايك واشتراك واشتركوا على الفيديو عشان يجيب لايكات كتير. هاتوا بقى لايكات كتير لو سمحتوا بعد اذنكم، يعني عايزين لايكات كتير. اتمنى تكون عجبتكم، متنسوش يا جماعة الشير والاشتراك، متنسوش تستفيدوا من كل الحاجات اللي انتم مش محتاجينها. بشكركم جدا.